زميلي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الاعزاء احييكم مجمل التحيه في هذا اللقاء ضمن منافسات بطوله كاس الخليج للانديه، وطبعا مباراه محبينا عبر قنوات ابو ظبي الرياضيه اينما كنتم، اينما يصل صوتي هذا في الوطن العربي الكبير. لقاء من العيار الثقيل يجمع فيما بين الجهراء الكويتي اللي يلعب اليوم على ارضه وفيما بين جماهيره، دفعه معنويه كويتيه ايضا في هذه المباراه لفريق الجهراء، اللي بالفعل عانت الفرق الكويتيه ايضا من انها تخوض المباريات على ملاعبها في الجولات الماضيه، لكن اليوم الفرصه مواتيه للجهراويه في هذه المباراه لبلوغ دور النصف النهائي. يلتقون بيت العلي والمساعد الثاني جاسم عبد الله ال علي، حكم الرابع عمر محمد ال علي على مستوى. هذا بالنسبه لطاقم التحكيم لهذا اللقاء. فريق نسيب العماني واصل للدور نصف النهائي هناك في الملحم السعودي، وسابقا جلاله السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان حفظه الله ورعاه. اذا اذكر مشاهدينا متابعينا في كل مكان بتشكيلة الفريقين، هذه أجمل وأرق تحية مني أيضا لكم أحمد الحسني. إذا أذكر بتشكيلة الفريقين وأبدأ بفريق الجهرة اللي يلعب على أرضه وفيما بين جماهيرة، يلعب بتشكيلة مكونة من بندر سليمان في حراسة المرمى، أحمد عيد ونواف مجهول وأحمد حسن، الكسندر سانتوس العتيبي ودهش وحمود ملفي واحمد عيد، وهناك ايضا الياس دي اوليفيرا وفيصل زايد ودهش. هذه هي تشكيلة الفريقين، واضح بصورة مدرب فريق السيب العماني السيد عماد دحبور السوري ايضا الذي يدرب فريق نادي السيب العماني. وأيضا أذكر بتشكيلة فريق نادي السيب اللي يلعب في حراسة المرمى، جمعة ماغامبو محترف تنزاني أيضا وهو حارس مرمى فريق السيب، رباعي خط الدفاع من اليمين لليسار مهند سويد 22، أنس الفارسي وخالد البرجاوي وسلطان الجلبوبي، هؤلاء هم رباعي خط دفاع فريق نادي السيب العماني. اثنين محاور في وسط الملعب عبد الله الشين وحميد جمعة، ثلاثة في الأمام من اليمين خالد الحمداني ومن الشمال مازن السعدي، وخلف المهاجم عمار البوسعيدي والمهاجم الوحيد عبد العزيز نوفلي. إذا هذه هي تشكيلة الفريقين هنا الياس، بينما هنا حكم هذا اللقاء طاقم تحكيم إماراتي بقيادة سلطان عبد الرزاق حكم هذه المباراة، يعاون أيضا جاسم العلي، والحكم الرابع أيضا إماراتي هو الآخر. كل التوفيق لطاقم التحكيم وكل التوفيق طبعا. الحكم الرابع هو عمر آل علي، بينما المساعد الأول جاسم آل علي، تشابه أسماء فقط، ولكن أكيد ما في شك بأنهم أخوة. إذا انطلقت المباراة الآن مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نعلم تماما كيف وصل الفريقين لهذا الدور. أذكر بأن هذه المباراة بنظام خروج المغلوب مباشرة، وإذا ما تعادل الفريقين أعتقد بأن هنا محاولة الآن الياس كرة اللعب ولكن إلى خارج أرضية الملعب. إذا أذكر بأن المباراة إذا ما انتهت بالتعادل أي كانت النتيجة سنلجأ مباشرة للركلات الترجيحية، أعتقد من دون اللجوء لأوقات إضافية، يعني هكذا أعتقد نظام هذه البطولة. كرة اللعب الى داخل منطقة الجزاء، محاولة الان الجهرة اكيد بان يعني لن يهدأ، هو يقع ايضا في المركز الخامس تقريبا في الدوري الكويتي برصيد 51 نقطة. هنا محاولة اوليفيرا تتخلص من امام الياس، تعود من جديد الان لمهند، مقطوعة هذه تصل الان لدفاعات حمود الآن في وسط الملعب، حمود ملفي، حمود يلعبها أمامية، مستوى جميل بالفعل قدم فريق الجهراء العماني أيضا في هذه البطولة، الجهراء الكويتي عفوا، وأيضا فريق السيب العماني. هل تعلم مشاهد أبو ظبي الرياضية بأن فريق السيب العماني هو
آخر فريق في الدوري العماني في المرتبة الأخيرة، لكن يقدم مستويات ممتازة جدا في دوري أبطال الخليج. كرة اللعب لا طويلة للأمام تتخلص، هذه تعود بجديد في دفع واضح. سلطان عبد الرزاق الحكم الإماراتي أيضا كان واضح، صافرته واضحة تماما وخطأ الآن، بينما هنا في خطأ لمصلحة سلطان الجلبوبي واضح، أو خطأ على سلطان الجلبوبي الواضح بالصورة، لاعب فريق نادي السوب السيب العماني. كرة اللعب الآن تصل لحمود ملفي، الآن حمود ملفي نعمل إن شاء الله بأن نشاهد مستوى جيد. كرة تعود بجديد، محاولة الآن تخلص هذه إلى خارج أرضية الملعب، الآن خارج أرضية الملعب، الآن تصبح ركلة ركنية. فيصل زايد على تنفيذ الركلة الآن، هذا هو فيصل زايد الآن، ضربة ركنية لمصلحة فريق الجهرة. تتخلص هذه، تعود من جديد الآن، محاولة أمامية تبعد الآن وتصل للأمام. يعني نشاهد، أذكر بأن مثل هذه المباريات أيضا يعني لا تعتمد تماما على ضعف أحد الفريقين، مع كل الاحترام والتقدير والفوارق الفنية فيما بين الفريقين، إلا أن مباريات الكؤوس أبدا مالها كبير. يعني في فرق تعرف أنها كبيرة، يعني كبيرة وكبيرة جدا في عالم كرة القدم، وليتذكر الجميع ما فعله البافاري يوم أمس، ما فعله البافاري في بورتو. زلزال بالفعل هناك في ألمانيا، 6 أهداف في مرمى بورتو كفيلة كانت بتأهل الفريق البافاري بعد ما خسر أيضا في لقائه الماضي ب3 أهداف لهدف واحد. إذن هكذا هي كرة القدم، دائما لا تعترف بنتائج، قد تمضي وتذهب وتأتي، ولكن عليك بأن تترقب أيضا كرة القدم من خلال الدقائق. كرة تعود بجديد الآن، ونرحب أيضا بكل من يشاهدنا الآن ويتابعنا ويستمع إلينا أيضا عبر أبوظبي الرياضية، ونحن معكم على الهواء مباشرة في نصف نهائي البطولة الخليجية، أو في المباراة التي تؤدي إلى الدور نصف النهائي. نبارك ما في شك في ذلك للعميد الإماراتي فريق نادي النصر، نبارك للعميد تأهله وفوزه يوم أمس أيضا على شقيقه فريق التعاون السعودي بالركلات الترجيحية. هنا محاولة للسيب، خطرة هذه، الله، فرصة، جول يفاجئ السيب. النوفلي، إذن النوفلي هو من يفتتح التسجيل للسيب العماني. قبل شوي قاعد أقول كرة القدم ما فيها كبير يا الجهراوية، ما فيها كبير. لاحظ المحاولة، الإصرار، التسجيل، هدف أول الآن لفريق السيب العماني الذي يحمل الآمال، آمال الكرة العمانية بالفعل بتأهله للدور نصف النهائي. الجهراوية ما راح يسكتون الجهراوية على أرضهم وفيما بين جماهيرهم. إذن النوفلي يفتتح التسجيل الآن لفريق السيب العماني. هكذا هي كرة القدم، أقولكم بأن مباريات الكؤوس لا تأمنون لها، ما هي دوري وتتعوض، لا، هي نتيجة وتذهب أدراج الرياح فلا تعود إن ذهبت المباراة. كرة تصل من جديد، حمود ملفي، الجهراوية الآن يحاولون، هل يعودون؟ لكن هنا محاولة الآن، كرة تصل الآن إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس، محاولة جميلة جدا كانت، الله على تمريرة، الله على كعب، الله على لعبة، الله على نهاية، الله على إصرار لاعب لا يكل ولا يمل، ما في شك في ذلك. نرحب الآن بكل من يتابعنا عبر أبوظبي الرياضية، ونقول بأن النتيجة الآن تقدم السيب العماني، هي مفاجأة من العيار الثقيل إذا ما حدث وانتصر السيب على الجهراء. ليس تقليلا من فريق السيب، لا لا، مع كل الاحترام والتقدير، ولكن أذكر بأن السيب العماني هو يحتل المرتبة الأخيرة في دوري عمان، بينما فريق الجهراء الكويتي يحتل المركز الرابع في الدوري الكويتي ويقدم مستويات
ممتازة وعلى بعد 8 نقاط من المتصدر العرباوي. هناك أيضا تأتي الملاحقة من فريق الكويت، المباراة الكويت والقادسية، المباراة التي ستقام يوم الجمعة القادم. وأذكر بأن أبو ظبي الرياضية أيضا حاضرة في تلك المباراة، في مباراة القادسية الكويتي والكويت الكويتي ضمن مباريات دوري فيفا الكويتي. كل التوفيق إن شاء الله لكل الفرق، ونأمل ونسعى دائما أيضا لإرضاء مشاهدي أبو ظبي الرياضية أينما يتواجدون. انتظروا كل ما هو جديد عبر أبو ظبي الرياضية إن شاء الله في القادم القريب. ستشاهدون مباريات على مستوى، ستشاهدون أيضا يعني أمور أيضا. هنا لا يفوتني بأن أشكر زميلي المعلق حامد كميل، معلق تلفزيون الكويت، اللي بالفعل يعني وفاني بتشكيلة الفريقين والمعلومات. كل الشكر أيضا للزميل حامد كميل. وإذا ما أتينا أيضا إلى حامد كميل، فعلينا أن نتذكر الأسطورة الكويتية الجميلة فتحي كميل، واللي نأمل إن شاء الله. ونذكر أيضا بأن ولله الحمد يعني اليوم كنت في اتصال اطمئنان على النجم الكبير فتحي كميل، اللي ولله الحمد الآن تشافى وتعافى، ونرجو له السلامة والشفاء والعاجل بإذن الله لنجم الكرة الكويتية فتحي كميل. اسم الراية الجميل في الكرة الكويتية، كالأسماء الكبيرة الرائعة هناك في الكويت، جيل الذهب، جيل جاسم، جيل فيصل، جيل فتحي، جيل معيوف، جيل كرم، جيل أسماء كبيرة جدا أيضا يعني مرت على الكرة الكويتية لا تنسى ولا تمحى أيضا من الذاكرة. كرة اللعب الآن تعود من جديد، يصل حمود بلفي الجهراوي يحاول، فيصل زايد يلعب كورة، محاولة الآن الياس دي أوليفيرا. أذكر أيضا بأن فينيسيوس يغيب لتعرض لإصابة أيضا، سيبتعد عن الملاعب يعني لفترة طويلة، يقال بأنه يصيب أيضا بالرباط الصليبي، والرباط الصليبي معروف لما أصاب اللاعب يعني على الأقل 6 شهور 5 شهور يعني زمان كان يلعب كثير، لكن الآن مع تطور العلم ومع الأجهزة الحديثة خلاص 6 شهور يعود لك للملاعب. الجهراوية خسرانين على أرضهم وفي ما بين جماهيرهم، هنا فيصل زايد يحاول يمر، لكن فريق السيب اللي ذكر أيضا مدير الفريق عبد المجيد المعولي مدرب فريق نادي السيب قبل بداية المباراة أيضا كان حديث تلفزيوني، قال بأننا نأتي لهذه المباراة كلنا تركيز على هذه البطولة. بالفعل يعني يبدو حتى الآن من خلال 9 إلى 10 دقائق مركزين مركزين، وتركيزهم عالي العال عالي العال. هنا محاولة الآن حمود بلفي يحاول يمر، لا زالت المحاولة قائمة تتخلص، هذه تصل في وسط الملعب انطلاقة ولكن مقطوعة الآن، خلصها ألكسندر سانتوس البرازيلي المدافع، تصل فيصل زايد يحاول يمر، الياس أوليفيرا ممتازة ولكن حارس المرمى ممتاز، حكم المباراة أيضا سلطان عبد الرزاق الحكم الإماراتي، لاحظ هنا لاعب السيب شايف هنا في خطأ، شايف الخطأ موجود لكن حكم المباراة أعطى الأدفانتج. برافو يا سلطان، برافو يا سلطان، بالفعل يعني يقدم حتى الآن مباراة ممتازة، نعمل إن شاء الله التوفيق. النتيجة السيب العماني 1 الجهرة لا شيء، هنا محاولة خطيرة وخطأ الآن، الله على فريق السيب يقدم مباراة ممتازة للغاية حتى الآن كرة القدم يا جماعة. ونحن ايضا بدورنا كمعلقين على المباريات، معلش اللي يلعب افضل راح نقول عنه افضل، واللي يقدم مستوى افضل راح نقول عنه يقدم مستوى افضل. هنا جماهير الجهراوية التي زحفت واتت الى المدرجات لتؤازر لتناصر فريقها، ولكن حتى الان فريقها يخيب الامال. السيب هو الافضل حتى الان، هو الافضل، ترجم افضليته ايضا بهدف للاشيل. لدينا محاولة الآن، كرة قوية إلى خارج أرضية الملعب، أصبحت ركلة ركنية. أذكر أيضا يعني التهنئة لفريق الريان القطري، هو الآخر أيضا اللي تفوق يوم أمس وتأهل أيضا للدور نصف النهائي. العميد الإماراتي أيضا تأهل للدور نصف النهائي. اليوم أيضا مباريتين، الشباب الإماراتي مع الرفاع البحريني. كل التوفيق أيضا لفريق الشباب الإماراتي اللي يلعب أيضا بنفس توقيت هذه المباراة، والجهراء والسيب. وأذكر حتى الآن
يعني لنعطيكم معلومة فقط، حتى الآن ما نعرف مين راح يقابل مين في دور نصف النهائي، على اعتبار أن القرعة ستقام إن شاء الله يوم غد في الساعة 4 في مملكة البحرين الشقيقة، هناك ستقام القرعة لنعرف من سيقابل من في الدور نصف النهائي. لدينا رمي التماس جهراوية الآن، كرة اللعب تصل داخل منطقة الجزاء، تتخلص هذه تعود من جديد، نواف لعب الكرة الماضية، إلكساندر سانتوس ممتاز فريق السيب حتى الآن، يبدو بأن المدرب عماد دحبور المدرب السوري مدرب فريق نادي السيب العماني بأن يبدو ذاكر الدرس زين، يبدو بأن ذاكر الدرس زين، فلذلك حتى الآن يقدم 12 دقيقة امتحان يقدمه ممتاز، ممتاز تفوق حتى الآن بهدف، أيضا خطف الهدف عبد العزيز النوفلي، على فكرة هداف فريق نادي السيب العماني هو خالد الحمداني، لديه 8 أهداف هناك في الدوري العماني، وهو على فكرة وصل لنهائي جلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه سلطان عمان 5 مرات، فاز باللقب 3 مرات وحقق الوصيف 2 مرات. كرة اللعب الآن تعود من جديد، آخر مباراة أيضا في الدور نصف النهائي في مسابقة جلالة السلطان فاز في مباراة الذهاب بهدف على فريق صور بهدف للا شيء، المباراة القادمة أيضا ستكون أمام صور، هنا محاولة فيصل تسديدة ولكنها سهلة 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 سهلة، الكرة الماضية محاولة ربما كانت خطيرة، ربما كان يستغلها بشكل أفضل، انطلاقة للأمام، محاولة الآن أمامية، تمريرة عرضية خطيرة هذه، أين المدافعين؟ حصلنا الآن مر ممكن يسدد، الله على السيب، الله على أداء السيب، الله على جمالية السيب العماني في هذه المباراة، محاولة كانت خطيرة في المرة الماضية عن طريق خالد الحمداني هداف الفريق، بالسلام إن شاء الله، بالسلام إن شاء الله، بالسلام لاحظة اليوم أمس الأحاديث اللي تدور في الشارع الرياضي والمسجات وتويتر والإنستغرام والأمور هذه كلها، كل الحديث عن دوري أبطال أوروبا، برشلونة بامتياز يتخطى باريس سان جيرمان، اليوم الموقعة، اليوم الموقعة أنصار مدريد وأتلتيكو مدريد، موقعة كبيرة جدا اليوم في دوري أبطال أوروبا، البرشلونيين اليوم راح يكونون مع مين؟ يعني تخيل عزيزي المشاهد بأن برشلونة وجماهير برشلونة نتمنى اليوم فوز ريال مدريد، نتمنى فوز ريال مدريد، نعم لكي لا يتقابلون مع أتلتيكو، فريق عنيد، فريق مرعب بقيادة الأرجنتيني دييغو سيمون، قدم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد في المباراة الماضية، لكن اليوم الريال راح يعاني في ظل غياب كثير من اللاعبين في هذه المباراة، راح نبدأ الحديث عن ريال مدريد، تصل الآن في وسط الملعب، انطلاقة أمامية الآن، محاولة لمصلحة الجهران، بالسلامة، حكم المباراة اللعب مباشرة الحمداني، والله على إصرار تلاعب بالمدافعين أصر عليها، سجل هدف يا جماعة، هنا في عالم كرة القدم يعني الآن الحديث أكيد راح نتركه هناك على الطاولة مع الزميل العزيز صيعري والكابتن عبد الحميد المستكي والمخضرم والرائع دائما الكابتن رضا بوراوي محلل أبو ظبي الرياضية، لأن هدف السيب العماني لم يأتي من فراغ، لا الهدف هذا حاله
يجب الوقوف عندها، يجب شرحها تماما، لأن بالفعل إصرار اللاعب وتخبط دفاعات الجهراء كانت وراء الهدف اللي أتى، لكن قبل الهدف يعني أتمنى الإخوة هناك يتحدثون عنها، لأنها بالفعل هي عملية نظرية جدا طبقوها بشكل رائع لاعب السيف العماني في هدفهم الأول. كرة تعود من جديد الآن، كرة يتخلص هذه، تصل الآن سهلة، في اصطدام أيضا فيما بين لاعبين، سقوط أحد اللاعبين الآن على أرضية الملعب بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة. كيفية وصول الفريقين إلى هذه الأدوار. الجهرة الكويتي كان في مجموعة الرفاع والفيصلي واستطاع أن يحصد المركز الأول بفارق الأهداف عن فريق الرفاع البحرين. طبعا في رفاع غربي وفي رفاع شرق اللي مشارك في هذه البطولة، الرفاع الشرق. هكذا تأهل فريق الجهرة بعد ما لعب 4 مباريات، فاز في 2، تعادل في 1 وخسر في 1، سجل 7 أهداف ودخل مرمى 5 وسجل 7 نقاط، كانت كفيلة أيضا بتأهله للدور الثاني. بينما فريق السيب العماني حل ثانيا خلف الشباب الإماراتي لحل في المركز الأول. السيب طبعا لعب 4 مباريات، فاز في 1 وتعادل في 1 وخسر في 2. على فكرة هو كان متعادل أيضا مع فريق العربي القطري في مجموع النقاط، ولكن بحكم المواجهات لمصلحة فريق السيب العماني. كرة تعود من جديد الآن، تصل محاولة للجهراوية عرضية. أين أنت يا الياس؟ أين أنت يا الياس؟ حتى الآن الياس دي أوليفيرا مختفي. إصابة فينيسيوس أيضا كانت مقلقة للجماهير نيابة عن هذه المباراة. ما أدري، كان في تصريح أيضا للنجم الكبير المحبوب زين الدين زيدان، زعل منه الكثيرين بالفعل، كثيرين جدا زعلوا لتصريح النجم الكبير زين الدين زيدان عندما قال بأن هازارد أفضل من ميسي. ما أدري يعني وجهة نظر هي خاصة لي أنا، ما أعتقد أن يعني هازارد يكون أفضل من ميسي يا زيدان، ما أعتقد. كرة اللعب يبقى رايح، ما في شك في ذلك، ويبقى زيدان أيضا نجم كبير. كرة تعود من جديد الآن، محاولة للجهراوية، محمد دهش يلعبها، الياس تتخلص، هذه تتخلص من الياس دي أوليفيرا. تعود من جديد في الجهة اليمنى، محاولة الآن للسيب اللي يقدم مباراة ممتازة، انطلاقة أمامية الآن، تصل لألكساندر، ناقلها على طول باتجاه أحمد عيد. أحمد حاول الآن، وذكر أيضا بنفس هذا التوقيت الشباب الإماراتي والرفاع الشرقي البحريني، الشباب يتقدم الآن بهدف للاشي. برافو يا الجوارح، برافو يا الجوارح. نأمل إن شاء الله أن يكون نهائي إماراتي كما حدث في السنوات الماضية ونحن المسيطرين على البطولة الخليجية. كرة تعود بالجديد إن شاء الله، بس في القرعة ما يقع الشباب مع النصر في المباراة القادمة إن شاء الله يا رب. كرة تعود بالجديد، صافرة هنا واضح بصورة، حمود بلفي شايف، شايف هذا هو حمود، وهناك في تدخل، يتخلص هذه، تعود من جديد. دقيقة رقم 21، إذا المشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان عبر أبوظبي الرياضية أينما كنتم، أينما يصل صوتي هذا أذكر
بأن حتى الآن السيب العماني يتقدم على الجهراء الكويتي بهدف مقابل لا شيء. مباراة تقام في ملعب الجهراء هناك في دولة الكويت الشقيقة. كرة بالكعب وبعدين مع كاد أن ينجح بهدف ثاني، كاد أن ينجح النوفلي، كاد أن ينجح لولا تألق بندر سليمان. لكن شو اللي يسويه خالد الحمداني؟ بالفعل شغال بالكعب، شايف هنا لعبة كعب وهنا كرة عرضية وهنا رأسية، ولحسن حظك يا بندر يا سليمان بأن الكرة اصطدت فيك. نعم الكرة اصطدت برأس بندر سليمان وذهبت إلى ركلة ركنية، ركنية للسيب العماني. ممتاز الفريق العماني، ممتاز الفريق العماني. كرة ملعوبة رأسية أيضا، دفاعات الجهراوية يعني ما أدري حتى الآن ما هي بشكل جيد. نعم لاحظ هنا الكرة العرضية، شايف الكرة اصطدت براس حارس المرمى، اصطدت براس وبعدها بيده بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. أصبحت الآن إلى ركلة ركنية، ركنية للسليم العماني يقدم مباراة ممتازة الآن خارج وذكر بأن المباراة مغلوب. يعني اليوم الخسران راح نقول له باي باي، الخسران راح نقول له مع السلامة، شكرا ما قصر. الكرة تعود من جديد، انطلاقة عمانية، مازن السعدي يحاول يمر، تخلص هذه من أمامه، تصل الآن لبلفي، يلعب محمود، طويلة للأمام، لا وجود لأي لاعب. تجد مدافعين فريق السيب يقدمون مباراة ممتازة، ممتازة للغاية جدا. نعم مباراة رائعة، مباراة حلوة يقدمها فريق السيب العماني، وبالسلام إن شاء الله للاعب فريق العماني، والله على الروح الرياضية الطيبة الجميلة أيضا ما بين اللاعبين. لاحظ هنا يبدو في دفع، كان في دفع من الياس، الياس يعني بالفعل كان في ضربة الكرة الماضية للاعب مازن السعدي، ولكن ولله الحمد يعني الأشقاء والإخوة حقيقة أيضا يعني السيد عبد المجيد المعولي مدير فريق نادي السيب العماني توجه بالشكر الجزيل للإدارة الجهراوية اللي قدمت سبل الراحة لفريق نادي السيب والاستقبال الجميل. ما في شك يا معولي فإننا كلنا أبناء الخليج، كلنا أبناء الخليج. جماهير الجهرة الآن بدأت تؤازر تناصر فريقها، هنا واضح بالصورة جمعة ماغامبو لاعب تنزاني يلعب لنادي سيمبا هناك في تنزانيا. هذا الموسم يأتي لصفوف فريق نادي السيب العماني، ويبدو بأن يعني سيمبا لم يقدم مباريات ممتازة في الدوري العماني لأن الأهداف كثيرة كرة اللاعب الآن خلص إلى خارج أرضية الملعب الآن. طبعا كان لابد أن نشكر الزميل فهد العرياني أيضا سلطنة عمان الشقيقة المدرب الوطني اللي أفادنا أيضا عن فريق السيب العماني. كرة تخلص الآن إلى خارج أرضية الملعب، نادي الجهرة اللي تأسس في عام 1966 والجهراء. قبل المباراة الكل كان يقول بأن المباراة صعبة، صعبة ومهمة صعبة تماما على فريق السيب العماني، لكن في كرة القدم، في كرة القدم علمتنا دائما بأن الكرة تعطي من يعطيها. بوردو يتفوق على بايرن ميونخ 3-1، لكن في لقاء الرد لم يعلم بوردو بأن الماكينات الألمانية ستعمل، ودارت الماكينات الألمانية بسداسية وأضاعوا مثلها. تخيل سجلوا 6 في مرمى بوردو البرتغالي وضاعوا 6، أضاعوا 6. يعني الماكينات الألمانية عندما تعمل تعمل، والجميع يتذكر النتيجة القاسية والكبيرة. يعني ربما أيضا لا أحب أذكر الكثيرين السامبا البرازيلي ماذا فعل المانيا في البرازيل،
كأس العالم عندما سحقتها بسباعية. خلاص لما تشتغل الماكينة الألمانية انسى انسى. ألف سلندر عموما في صافرة وفي خطلة لمصلحة فريق الجغرة اللي حتى الآن متخلف بهدف ليلا شيء ومترخم حتى نقول بمعنى صح. كرة اللعب محاولة الآن ومطالبة بلمس اليد. حكم اللقاء يطلب الاستمرارية. نعود من جديد وبعدين وبعدين وحاول يلعب اللعبة كرة أمام المصافرة الآن وفي خطأ لمصلحة فريق الجهرة. لاحظ لاحظ الكرة الماضية لمسة يد موجودة لمسة يد موجودة لكن مقصودة غير مقصودة. سلطان عبد الرزاق هو اللي قدره. تعود من جديد الآن كويتية. بدأ الآن الجهرة يتقدم لكن يوجد نظر خصم. إذا ظل الجهرة بهذه الطريقة ربما يقبل هدف ثاني ربما يقبل هدف ثاني لأن بالفعل هجماته ما هي منظمة. كرة تعود الآن صافرة الآن صافرة لوجود خطأ لمصلحة مازن السعدي. شايف هنا الكرة الماضية خطأ واضح خطأ واضح على اللاعب نواف مجهول. طبعا يغيب كما ذكرت فينيسيوس أحد أبرز الهدافين في الدوري الكويتي على مدار 3 سنوات يعني قضاها مع أبناء النصر الأحمر فريق الجهراء لكنه واجه هذا الموسم حظا عاثرا بتعدد الإصابات. نعم كما عانى من تأخر يعني لأمور كثيرة طبعا بداعي الإصابة عن هذه المباراة. وصل طبعا فريق الصين العماني إلى دولة الكويت الشقيقة يوم الاثنين فجرا مباشرة تدريبة على استاد كاظمة ومات إلى هذه المباراة. كرة تعود بالجديد بائما تقول بأن فينيسيوس مستمر لعام آخر أيضا مع فريق الجهراء. أبا ذكرها أيضا عبد العزيز الخفيري مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي الجهراء بأن المحترف البرازيلي فينيسيوس سيستمر مع الجهراء لا نية لبيعه لأندية محلية أو خارجية. القادسية دخل مفاوضات أيضا لضم اللاعب فينيسيوس مقابل 250 ألف دولار حتى نهاية العام. الكرة عموما تذهب وهناك في صافرة وفي خطأ. معلومات أيضا لكي نظهر المشاهد الكريم بالصورة. نصل أيها الأحباء أيها الأعزاء يا من تتابعون وتشاهدون أبو ظبي الرياضية في كل مكان إلى نصف ساعة لك. نصف ساعة تماما والسيب يتقدم بهدف للا شيء. السيب لا يريد أن يغيب عن بطولة الخليج. نعم هكذا هو عنوانهم وشعارهم. السيب لا يريد أن يغيب. حتى الآن هو غير غايب موجود. الله على كعب الله الله على لعبة الله على لعبة. هدف في مجهود خرافي خرافي. نعم لعبد العزيز النوف والله يعني مود من الزملاء هناك واكيد بان الكابتن عبد الحميد والكابتن رضا براوي يعني راح يتحدثون عن اللعبه هذه واتمنى ان اسمع رايهم ايضا لان مجهود خرافي مجهود خرافي للاعب عبد العزيز النوف. في حديث الان ما بين الكسندر سانتوس وحكم المباراة. ايش فيك زعلان يا الكسندر؟ ايش فيك زعلان؟ يعني اتمنى دائما من اللاعبين اتمنى دائما من اللاعبين بأن لا يلتفتوا مع الحكام والحديث مع الحكام لأن اللاعب متى ما راح مع الحكم خلاص راح يفقد تركيزه يفقد أعصابه ربما يتلقى بطاقة. هناك ايضا الزميل ابو سعيد عبد العزيز ايضا في ملعب الوطن المقدم الرائع ايضا دائما ما كان يتحدث عن النقاط هذه. انا بالفعل وانا اؤيد الراي
حقيقه البارح كنت مجتمعا ايضا في برنامج اللي قتل الزميل عبد العزيز هناك في دوله الكويت الشقيقه، برنامج اللي فيه نجوم كبار. ليش انا جبت اسم البرنامج؟ لانني شاهدت فيه اسماء كبيره، محمد كرم نجم الكويتي، يعني اسماء رائعه جدا. هنا الحكم الدولي الاماراتي جاسم آل علي احد المساعدين الرائعين يدير هذه المباراه، ايضا تحكيم اماراتي بالكامل. نعم كل التوفيق. بالفعل اسماء كبيره تتواجد. وعينا على جاسم يعقوب، وعينا على فيصل الدخيل، وعينا على فتحي كبير، وعينا على عبد الله معيوب، وعينا على عبد الله الدوشي، وعينا ايضا يعني على فتحي كبير اللي الله يعطيه الصحه والعافيه، والطرابلسي، واسماء ما راح اخلص اذا ما ذكرت النجوم الكويت الرائعين ابدعونا قدمونا ما راح نخلص. الله يعطيهم الصحه والعافيه بالفعل، يعني اللي موجودين الله يعطيهم الصحه والعافيه، اللي رحلوا الله يرحمهم بالفعل، يعني جيل كويتي رائع وجميل لا ينسى ولا يمحى من الذاكره. نعم لدينا الان ركله ركنيه، فيصل زايد الان على تنفيذ الركنيه لمصلحه فريق الجهراء الكويتي، اللي حتى الان مفاجئ تماما باداء ولا اروع من لاعبي السيب العماني. حكم اللقاء في حديث الان مع فينيسيوس، شايف هو مع الكساندر. والله ما ادري لي وجهه نظر يعني على العقلاء بان يتدخلوا مع فينيسيوس، لان الكساندر خطره هذه الى خارج ارضيه الملعب. شوف ما كنت مركز، ما كنت مركز يا الكسندر، لو كنت مركز وتترك عنك الحكم وتترك عنك اللاعبين كان ممكن انك عدلت النتيجه بهذه الكره. لاحظ راسيته الى وين على طريقه المدافعين هذه، وهو مدافع. شايفون الكره الماضيه ما كان مركز تماما، ما كان مركز في الضربه الراسيه، لو كان مركز كان ممكن نقول بان المباراه الان 1-1، لان لعبه كانت سريعه ولعبه جميله وعرضيه رائعه، فلذلك الكره الماضيه ذهبت الى خارج ارضيه الملعب. اعيد واكرر بان السيب العماني يقدم حتى الان شوط رائع. هنا محاوله، ماذا تفعل يا دي سيلفا من جديد الان؟ محاوله قائمه، تمريره اماميه، الله على التغطيه، خروج حارس المرمى جمعه ماجامبو الحارس التنزاني اللي خلص الكرة الماضية أيضا من أمام اللاعب اللي كان واضح بالصورة الياس. الكرة تصل الآن اتجاه حارس المرمى بندر سليمان قائد الفريق الآن 25 أحمد حسن. كرة تصل الآن للأمام، صافرة وفي خطأ الآن لمصلحة فريق الجهراء. العرباوية هم المصدرين هناك، العرباوية هم المصدرين الدوري الكويتي، لكن تحت ضغط الآن بعد دخول الكويت مدرب ايضا الوطني محمد ابراهيم، الجنرال محمد ابراهيم بالفعل مدرب فريق نادي الكويت. استطاع مع الفريق الان مزاحمه العرباويه تحت ضغط. الكرة تصل الان للامام، نصل مشاهدينا الكرام الى الدقيقة رقم 36 على بعد كم دقائق. هذه لعبة كانت عدلت كالعادة اللي يعرفوني. أنا لكلمة في أنا لكلمة والله جماهير الجهراوية فعلا كانت كان على أحد اللاعبين وبطاقة صفراء أيضا تظهر الآن لعمار البوسعيدي.
بطاقة صفراء الآن. نعمل إن شاء الله أن المباراة ما نخرج عن الروح الرياضية. هناك كانت في لعبة أيضا من ألكساندر أيضا باتجاه لاعب فريق عمان. كرة تعود من جديد، يهدأ اللعب الآن تماما. يعني أنا أستغرب تماما من ردة الفعل الجهراوية. نعم، يعني فريق السيب العماني يقول لك إن شاء الله المباراة تظل بهذه الطريقة، لكن أين ردة الفعل لفريق الجهراء؟ أنت تلعب على أرضك اليوم فيما بين جماهيرك. حتى الآن فريق العماني واقف صح وتمركز صح. يبدو بأن دحبور قاري المباراة يا مودريتش، قاريها صح. كرة تعود من جديد الآن في الجهة اليمنى. هنا كرة سلطان عبد الرزاق حكم هذه المباراة. يقول طبعا اللعب الآن تعود جديد، حاول الآن جهراوية أرضية تتخلص هذه. تصل في وسط الملعب مقطوعة لاحق يعني من التحامات السيب أقوى. نعم، والسيب أفضل. وحتى الآن السيب يقدم مباراة ممتازة. مقطوعة هذه. ما في كونتر أتاك، ما في السرعة الكبيرة من جانب فريق الجهرة. ما تحس إن الفريق يعني خسران، ما تحس ان الفريق متاخر بهدف، ما تحس ان الفريق يعني يحاول بالتقدم للامام. الكرة هذه كلها يعني حتى الان ما شاهدناها، على العكس تماما من جانب فريق السيب اللي يقدم مباراه ممتازه دفاعيا وهجوميا. شايف التمركز الرائع، اكثر من 5-7 لاعب من لاعب راجعين للخلف. هنا محاولة الان كرة اللعب العتيبي، ماكامبا حارس المرمى ايضا يصد الكرة الباطلة. نقترب مشاهدينا محبينا الأندية الرياضية. الله الله، ما في اوفسايد، راح الحمداني اطراح. لا 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 لا، هذه كانت كرة المباراة، هذه كرة المباراة. نعم، الآن ربما يندم، ربما يندم السيب. وبعد فوات الأوان ما راح يفيد الندم يا السيب. هذه الفرصة ما تضيع، ما تضيع. ليش سبتها؟ سيبها، سيبها لاعب السيب. لا أنسى دور حارس المرمى بندر، لكن لعبة أيضا يضرب فيها دفاع الجهراوي، يضرب فيها الدفاع الجهراوي كعادته دائما. كرة اللعب تتخلص هذه. هل يندم السيب على ضياع الفرصة الماضية أم هناك حديث آخر في الدقائق القادمة؟ ننتظر. كرة تعود من جديد الآن في وسط الملعب. مباراة يعني اللي يشوفها كذي يقول لك مباراة عادية. لا لا، هي مباراة تكتيكية على مستوى عالي لفريق السيب العماني اللي يقدم مباراة ممتازة، يقدم مباراة ممتازة. كرة اللعب لا تعود من جديد إلى خارج أرضية الملعب، لكن عطنا يا مخرج، عطنا الإعادة. وين الإعادة؟ شوف شوف التمريرة، شوف التمريرة، راح وانطلق الجلبوبي. لكن ماذا تفعل يا جلبوبي؟ ماذا تفعل يا جلبوبي؟ تلعبها بيد حارس المرمى، شوف شاتها بيد حارس المرمى. هنا ايضا يعني لا اريد ان اهضم حق حارس المرمى، لكن الجلبوبي ما تعامل معها بشكل جيد. سلطان الجلبوبي لم يتعامل مع الفرصه الماضيه بشكل جيد، وربما تكون كره المباراه. تذكروا كلامي تماما، ربما الفرصة الضايعة هذه كانت كفيلة بأن تكون كرة المباراة. ماذا أعني في ذلك؟ أعني بأن السيب لو سجل الهدف الثاني كان ممكن أن ألها الأمور تماما، ومن الصعب على الجهراوية العودة. لكن الآن المعنويات ربما ترتفع. رغم هذا حتى الآن لا
لا أشاهد ردة الفعل الجهراوية، لا أشاهد ذلك الأداء الذي يدل بأن الجهراوية يتقدمون للأمام ليعادلون النتيجة ثم بعد ذلك يفكرون بنتيجة أخرى في المباراة. حتى الآن فريق السين ممتاز دفاعيا، هجوميا، تكتيكيا، تنظيميا، انتشارا في أرضية الملعب بشكل رائع. يعني نقولها بالعامية نقول فارشين بشكل حلو. هناك في لاعب ساقط على أرضية الملعب، هناك في لاعبي السين يطالبون لاعب الجهراوية. الله عليك الله عليك، والله أنا أصفق لك من هنا يا كابتن. فيصل زايد أخرجها إلى خارج أرضية الملعب رغم أن ربعه كانوا يلعبون، يقولوا لك لا لاعب يعني شو هني نقطة لابد أن نتحدث عنها. معلش لا حد يزعل مني، راح نبين نقطة. لا هو ما في قانون في كرة القدم يقول لك أخرج الكرة خارج الملعب، أبدا ما في قانون أبدا. حالة وحيدة فقط يوقف اللعب فيها، وما هي الحالة؟ هي حكم المباراة لو شاهد بأن الإصابة بليغة والإصابة قوية وتؤذي اللاعب، هو الوحيد من يسمح بإيقاف اللعب فقط، هو الوحيد من يسمح بإيقاف اللعب. عدا ذلك تقول لي بأن اللاعب ما أخرجها برا الملعب، اللاعب ما عنده روح رياضية، هذه أمور ثانية. لكن قانون، لا يوجد قانون. كرة اللعب تعود من جديد، القانون هو فقط حكم المباراة. ليش يعني راح تطلع قوانين؟ هو القاضي، هو اللي شايف، هو اللي يحكم، هو اللي يقدر يقول لك الكرة هذه تستحق أو لا تستحق. عموما الآن في بطاقة لمين؟ بطاقة لمين؟ شنو هذا؟ رأس رأس كابتن، بطاقة لمين؟ خلاص والله عصام والله بعيد عنه. الكرة الآن تذهب إلى خطأ. تذهب الآن إلى خطأ. شايفون الكرة الماضية؟ خلنا نشوف. لاحظون الكرة الماضية؟ مشيها. شايف؟ هناك في ضرب. نعم. هناك في ضرب. والخطأ موجود. والقرار سليم. وضربة حرة مباشرة الآن لمصلحة الجهراوية. هل يعود الجهرة؟ هل ينجح بالتسجيل قبل الذهاب لغرفة التبديل؟ خلاص ثواني بسيطة الآن على نهاية الشوط الأول، ثواني بسيطة. شوف كرة القدم ترى لازم تعرف فيها حاجة، ممكن 90 دقيقة ما تسجل، لكن من لعبة في الوقت بدل الضايع تسجل. هكذا هي كرة القدم، ما لها أمان أبدا. كرة اللعب الآن عالية داخل منطقة الجزاء، الطيارة تتخلص، الوقت الأصلي انتهى. راح نشوف الآن الوقت المحتسب بدل الضايع، يعني أعتقد في دقيقتين إلى ربما. كرة اللعب الآن تصل من جديد، دقيقتين نعم كما توقعت تتخلص هذه. إذا معنى ذلك راح نلعب للدقيقة 47. كرة تصل الآن للأمام في وسط الملعب، ناقلها باتجاه حمود بلفي. حمود يلعب كرة عالية وأمامية، تتهيأ هذه خطيرة ولكن تتخلص. ما يستغلون أيضا يعني هجماتهم بشكل جيد أبدا أبدا، لا يستغلون هجماتهم بشكل جيد. تعود من جديد الآن، تصل بالجهة اليمنى للسيب العماني اللي يقدم مباراة ممتازة. انطلاقة الآن أمامية، تتخلص هذه وتصل في وسط الملعب. الدقيقة الأولى تمضي، الجهراوي ماذا تفعل؟ عليك أن تهاجم إذا ما أردت العودة. هنا انطلاقة للأمام، تصل باتجاه فيصل زايد، يلعب كرة عالية أرضية. إلياس دي أوليفيرا يمثل حكم اللقاء، يراه ولا يقول شيء في الكرة الماضية على اعتبار أن علم بأن الكرة ما فيها شيء، وبالفعل ما فيها شيء. انطلاقة للسيب، تصل باتجاه السعدي، مازن السعدي ناقلها للحمداني، تعود للخلف البوسعيدي يحاول يمر الآن. انطلاقة أمامية، الله على السيب خطرة وجول.
البدل الضايع. والله ما كملت كلامي، والله ما كملت كلامي. واحد يقول فيها اوفسايد ولا ما فيها، جاسم العلي يقول ما فيها، يقول ما فيها. هدف ثاني للسيب العماني. اذا السيب قبل الذهاب لغرفة التبديل ينجح بتبديل النتيجة الى هدفين. اثنين لا شيء مشاهدينا الكرام، اثنين لا شيء. دفاعات الجهراء لا تعمل، اقدام السيب هي من تعمل. الحمداني هداف الفريق الاول يسجل هدف ثاني. يبدو بان الامور الان خلاص، يبدو بان سلطان عبد الرزاق سيطلق صفرته. ماذا يفعل السيب؟ يصول ويجول في الجهراء، يصول ويجول في الجهراء، يسجل هدف ثاني، يلعب مباراة كرة قدم حقيقية، متهيئ لهذه المباراة. أضاع انفراد، سجل الثاني. شوط أول كل للسيب العماني. انطلاق الآن الدقيقة الثالثة. حكم المباراة يطلق صفرته، حكم المباراة يطلق صفرته، ولا كان راح نشوف هدف ثالث. إذا مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أترككم في استراحة قصيرة. أذهب هناك للزملاء في الاستديو التحليلي على نعود إن شاء الله مطلع الشوط الثاني. تقبلوا تحياتي. محمد تفضل، إليك الكلمة. شكرا زميلي محمد الصيعري، الشكر موصول أيضا للكابتن رضا براوي وللكابتن عبد الحميد المستكي. مع بداية الشوط الثاني الآن في لقاء يجمع فيما بين فريقي السيب العماني امام الجهراء الكويتي. نرحب بطبيعة الحال بكل من انضم لنا الان ويتابعنا عبر ابو ظبي الرياضيه، واذكر بان نتيجه الشوط الاول انتهت هنا بتقدم فريق السيب العماني بهدفين مقابل لا شيء لمصلحه الجهراء الكويتي. بينما على الطرف الاخر هناك ايضا في دبي انتهى الشوط الاول بتقدم الشباب بهدف للا شيء، ولكن مع بدايه الشوط الثاني فريق الرفاع يتعادل الان مع الشباب الاماراتي بهدف لهدف. هنا صافره حكم المباراه الاماراتي سلطان البرزوقي معلنا نهايه او بدايه الشوط الثاني. اذكر مشاهدينا متابعينا بتشكيله الفريقين، واذكر بالتغييرات التي حدثت الان في صفوف الفريقين وتحديدا في صفوف فريق نادي الجهراء الكويتي اللي دفع بهذا اللاعب سعد سالم الان كبديل في الشوط الثاني. وهناك بديل اخر ايضا البرازيلي بانكوس دا سيلفا ايضا يبدو بان دخل الى ارضيه الملعب. اذا تشكيله الفريقين مره اخرى، فريق الجهراء بدر سليمان احمد عيد نواف والكسندر الياس وفكوس وسعد سالم محمود بلفي. بينما تشكيلة الفريق العماني نبدأ بحراسة المرمى جمعة ماجامبو الحارس التنزاني الذي يتواجد في صفوف فريق السيب العماني. هناك سلطان الجلبومي وخالد البرجاوي اللاعب السوري لاعب نادي المجد السوري، وهناك أنس الفارسي ومهند سويد، وأيضا على الطرف الآخر واللي هو عبد الله الشين وحميد جمعة واللاعب مازن السعدي، وايضا يتواجد عمار البوسعيدي، وهناك ايضا خالد الحمداني وعبد العزيز النوفلي. بالفعل يعني الزميل محمد الصيعري مع الاخوه ايضا تحدثوا بشكل كبير عن النوفلي اللي قدم مباراه ولا اروع في الشوط الاول. ولكن يعني ابدا من حيث السؤال الذي انتهى عليه الكابتنين هناك في الاستوديو التحليلي، الكابتن عبد الحميد والكابتن رضا براوي، واللي ذكروا بأن هل يستمر السيب بنفس الأداء اللي أدى فيه الشوط الأولاني. هنا خروج خاطئ من حارس المرمى، كرة تتخلص، هذه تعود من جديد لمصلحة فريق الجهرة. السيب بالفعل يقدم مباراة ممتازة، يقدم مباراة حلوة خارج الديار. حتى الآن يبحث عن الانتصار وهو بالفعل قادر حتى الآن، وينتصر بهدفين. لا يكتفي بذلك بل يهاجم، بل يريد أيضا لتسجيل مزيد من الأهداف في هذه المباراة. كرة لن تذهب إلى خارج أرضية الملعب، هنا واضح بالصورة الياس لا يكتفي بالأداء السيء فقط بل يتلقى بطاقة صفراء في هذه المباراة. كرة تعود من جديد الآن في وسط الملعب، محاولة
انطلاقة أمامية الآن. السيب ماذا يفعل في هذه المباراة؟ السيب العماني كيف حضر، كيف قدم لهذه المباراة؟ وهو يقدم واحدة إن لم تكن هي أروع مباريات فريق السيب منذ زمن بعيد. بالفعل هكذا تتساءل الجماهير، لماذا لا يكون السيب في الدوري العماني هكذا؟ ما كان حاله حال، ما كان حاله بذلك الحال. هو يقبع في المركز الأخير، مهبط مهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية هناك في سلطنة عمان. لكن ما يقدمه السيب في هذه المباراة، ما يقدمه السيب من أداء كبير، وكأنك تشاهد فريق متصدرا لدوريه، متقدما في دوريه، لا تقول بأن هذا الفريق يتديل دوري الدرجة هناك، الدوري العماني. فريق السيب الذي يتأخر كثيرا ومهدد بالهبوط، لكن اليوم لا لا، وما هو في حالة أبدا، ما في حالة هبوط، هو في حالة ارتفاع كالأخطبوط. بالفعل في هذه المباراة ينقض على الجهراء في ملعبه ما بين جماهيره، يقدم أداء ممتاز، يتقدم بهدفين لا يكتفي، يهاجم ويهدد لتسجيل هدف آخر. ماذا الجهراء سيفعل؟ ما هو سيفعل مدربه المدرج، مدرب فريق نادي الجهراء؟ حتى دفع بمنقول، دفع بوليد، لكن حتى الآن النتيجة لمصلحة السيب. هنا لدينا الصافرة وخطأ عن طريق أحمد عيد. أحمد عيد هدفين للا شيء. نعم في عالم كرة القدم لا يوجد شيء مستحيل. الشباب يسجل الهدف الثاني في مرمى الرفاع. الله على الجوارح، هناك يتقدم الجوارح في هدفين على الرفاع الشرقي البحري، وهنا يتقدم السيب فرنسية، ولكن الصافرة إلى خارج أرضية الملعب في وسط تألق كبير لحارس المرمى جمعة ماجامبو، الحارس التنزاني. لاحظ هنا الكرة الماضية وهنا الرأسية، وبعد ذلك الإبعاد، أصبحت الآن إلى ركلة ركنية. ماذا سيفعل الجهراوية؟ سيحاول العودة، سيحاول بالتسجيل، ولكن حتى الآن ممنوع المرور. هكذا يقول دفاعات فريق السيب. الأمور لا زالت كما هي. هدفين للا شيء، هدفين للا شيء لمصلحة السيب الذي يلعب خارج الديار، ولكن حتى الآن يسجل هدفين في مرمى الجهرة وهو يبحث عن التأهل إلى الدور نصف النهائي. كرة اللعب الآن رأسية ومحاولة تصل باتجاه ماركوس دا سيلفا، يلعبها على طول اللي هو فيصل زايد، ولكن الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو فيصل الآن اللي يحاول بأن يعود مع فريقه، يحاول بأن يسجل هدفين ليس هناك مستحيل في عالم كرة القدم. والدليل يوم أمس، والدليل يوم أمس ما فعله البافاري. بالفعل الفريق الألماني والذي دك مرمى بورتو بالسداسية، زلزال ألماني كان يوم أمس. ماكينات الألمانية تحركت ليست بأربعة سلندر ولا بثمانية ولا باثناش، 4000 سلندر بالفعل كانت للماكينة الألمانية عندما دكت مرمى. تغيير الآن وتبديل، يغادر صاحب هدف المباراة الأول نوفلي، والتغيير لمصلحة يبدو فريق نادي السيب العماني. وهنا عبد العزيز النوفلي الذي يتألق في هذه المباراة، يسجل هدفي هذه المباراة حتى الآن. ومن سجل الهدفين حتى الآن من يبقي فريقه؟ الله على لمسة حلوة، الله على تمريرة للأمام، كرة تعود من جديد تتخلص، دفاعات تقف بشكل جيد باتزان تماما تكتيكيا ناجحين، كرة تتخلص من أمام البرازيلي وبعد طويلة. لماذا الإبقاء يا مونتينيغري على اللاعبين الأساسيين في دكة البدلاء؟ هل إنك لن تحترم فريق السيب؟ أقاويل وقوة
كثيرة تحدث الآن لن يرحمهم جماهير الجهراوية، لن يرحمهم بالفعل يا مودريتش رادونوفيتش مدرب فريق نادي الجهراء، الإبقاء على اللاعبين الأساسيين في مقاعد البدلاء هل هو عدم احترام للخصم؟ هل هو تقليل من شأن فريق السيب؟ كل الاحترام والتقدير للسيب، يقدم مباراة رهيب والله رهيب. نعم في هذه المباراة كرة اللعب تسديدة، ولكن في أحضان حارس المرمى ما فعله السيب العماني، كيف حضر لذلك اللقاء، كيف قدم أداء، كيف قدم متعة في الشوط الأول، ضغط عالي. استمعنا إلى تحليل الكابتن رضا براوي والكابتن عبد الحميد المسلمي، بالفعل يعني كانت هناك وجبة دسمة ما بين الشوطين من التحليل الرائع وما تحدثوا عنه لفريق السيب، لكن يبقى السؤال هل يبقى السيب على ما بدأ به الشوط الأولاني؟ عالم كرة القدم ليس له أمان، هكذا دائما علمتنا كرة القدم بأنها ليس لها أمان. الشباب إلى الدور نصف النهائي، جوارح الإمارات إلى الدور نصف النهائي. نعم يسجل الهدف الثالث الآن الشباب في مرمى الرفاع بإذن الله للدور نصف النهائي. هنا الياس دا سيلفا غائب تماما، الياس غائب الجهراوي في هذه المباراة. السين حتى الآن يقدم، السين حتى الآن يظهر بفرص عالي جدا في هذه المباراة، الأداء رفض تكتيكيا مباراة ممتازة إلى الأمام الآن وبعد هذه إلى خارج أرضية الملعب.
أبو ظبي الرياضية لمن التحق بنا الآن نوجه إليه التحية ونذكر بأن حتى الآن تفوق الفريق العماني بهدفين يقابل لا شيء. على الطرف الآخر الشباب الإماراتي هناك متقدم على الرفاع الشرقي البحريني أيضا بثلاثة أهداف بهدف واحد. مبروك للشباب، مبروك للنصر، نأمل بإذن الله أن يكون النهائي إماراتي خالص، إماراتي خالص. أذكر بأن يوم غد وفي الساعة الرابعة إن شاء الله بعد الظهر في مملكة البحرين الشقيقة ستكون القرعة، القرعة نعم، من سيقابل من؟ الآن يعني حتى الآن الفرق اللي راحت للدور نصف النهائي معروفة. النصر الإماراتي تأهل يوم أمس، نبارك له. الريان القطري تأهل ونبارك له هو الآخر. حتى الآن فريق الشباب الإماراتي والسيب العماني هم المتأهلين، وراح نبارك لهم بعد نهاية المباراة. عموما بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة. أحد اللاعبين الآن ساقط على أرضية الملعب، نأمل إن شاء الله السلامة ونأمل أن يكون مشافى معافى. بطبيعة الحال ما ودنا أيضا مشاهدة إصابات، جانب من اللقطات، جانب من تألق حارس مرمى فريق السيب العماني. لاحظ هنا، الله، خلصت الثاني، جماهير الجهرة في المدرجات تتابع فريقها، تنتظر من فريقها بأن يقدم الأفضل. مدرب الفريق مودريتش يضع نصف لاعبي فريق الجهرة في مقاعد البدلاء الأساسيين، لكن الآن دفع فيهم في الشوط الثاني. لكن عندنا يقول لك بالمثل، يقول لك لين فات الفوت ما ينفع الصوت، خلاص إذا فات الفوت ما ينفع الصوت، هذه إذا رفع الصوت هذا شيء آخر. عموما كثير من المدربين يقولون لك يعني خلاص النتيجة مضمونة، لا لا، إلا كرة القدم، إلا كرة القدم. كابتن رضا مراوي وعبد الحميد عارفينها زين، وهم مدربين كبار في عالم التدريب. إلا كرة القدم يعني في ثواني تتغير أمور، في ثواني تضيع بطولات، ولا ما تتفقون معي؟ لا، ما كذا هي كرة القدم. عموما بالسلام إن شاء الله. أحد لاعبين فريق الجهرة لا يقادر أرضية الملعب. يوم لاحظ الآن، لاحظ مدرج ماذا يفعل، يدفع بالرشيدي الآن، يدفع بالرشيدي. والله إذا المباراة انتهت بهذه الطريقة يتحمل المدرب مسؤولية هذه المباراة. نعم، يتحمل المدرب مسؤولية خسارة فريقه، هذا لا يعني، نعم يجب تستمعون إلي جيدا، هذا لا يعني بأن السيب العماني لا يستحق، لا، هو يستحق ويستحق ويستحق لما يقدم من أداء عالي غاية في الروعة، غاية في الروعة. كرة اللعب الآن، تصل من جديد في وسط الملعب. الجهرة يوم الاثنين القادم سيواجه العرب، إبقاء كبير من العيار الثقيل. عموما الآن بالسلام إن شاء الله، بالسلامة. سلطان الجلبوبي يبدو ساقط على أرضية الملعب، دخول قوي من الرشيدي. شايف يعني كل الأمور هذه وكل الشغلات اللي تحدث من المدرب مودريتش، هو بالفعل خلى الفريق تحت ضغط، هو الفريق يعني خلى الفريق تحت ضغط تماما. سلام ان شاء الله. والله هذا والله كبير، كل دقيقه طايح، كل دقيقه طايح. ايوه مشجعين بمكبرات الصوت الان يعني يتحدث، معليش يتحدث يعني للاعب العماني ما يصير هذا الكلام، ما يجوز يا جماعه، ما يجوز. انت مسموع الان وصوتك مسموع،
خلاص يعني انت اذا ما ما ما, ما قادر انك تسجل لا عليك ان تلغي دور اللاعب العماني في ارضيه الملعب. لا لا, الفريق الصين قدم مباراه ممتازه, انت اذا تقدر ربعك قادرين يسجلون. حتى الان الفريق الصين هو الافضل, هو الافضل نعم, لابد ان نقول ذلك بكل امانه. كره اللعب الان تعود بجديد للخلف باتجاه حارس المرمى ماغامبا, حمل مسؤولية خسارة الجهراء في هذه المباراة لمدرب الفريق. نعم, إذا أنت يعني تريد أن تحمل أحد فحمل مدرب الفريق ولا 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 تحمل أي أي أحد آخر. عموما في رأي الآن, في رأي وفي خطأ الآن, اللعب سريعة تعود من جديد. حاول الان سعد سالم يحاول صفر وخطا, صفر وخطا الان. لا زالت النتيجه بهدفين للا شيء هنا وهناك في استاد المكتوم, وفي استاد مكتوم الراشد عفوا بنادي الشباب. ثلاثه اهداف للشباب مقابل هدف للرفاع الشرقي. خطا الان وضربه حره مباشره لمصلحه السيب العماني. مباراه ممتازه بالفعل لفريق السيب. كره تتخلص هذه الى خارج ارضيه الملعب. رمي التماس. والله يعني فريق السيب يرفع القبعه لما يقدمون. حاول عرضية خطرة لكن أين الزيادة العددية؟ برافو للتغطية, برافو للتغطية, تغطية ممتازة كانت. الكرة تعود جديد عادلة جزاء بالراس انتهية من الياس, تعود الياس, أياها الياس, ماذا تفعل يا الياس؟ كرة ملعوبة للأمام تصل الآن في وسط الملعب. كل مبتدئ تصل في وسط الملعب, الطول ايضا الى خارج الملعب.
على أرضية الملعب. كرة تذهب الآن إلى رمي التماس. بدأ الآن الهجوم يسود المباراة، وهذا الشيء اللي يبحث عنه فريق السيب. إيه يعني يقول لك اللي تكسبه العبه، خلاص اللي تكسبه العب. ما في يعني تلك الخطورة، يعني إخواننا المصريين يقول لك العيار اللي ما يصيبش يدوش، لكن اليوم الإصابتين للسيب، إصابتين وأيضا داوشينهم في الأمام. كرة تصل باتجاه حارس المرمى بندرس، يعني لاحظ حتى تحضير لاعبي فريق الجهراء للهجمة أبدا ما ينبي أن الفريق لديه ردة فعل في أرضية الملعب. ولا ننسى أيضا، لا ننسى أن الفريق الصيني هو من يجبر الجهراء بهذا الأداء. محاولة جديدة تعلم، يعني هذه سهلة، سهلة تماما، شالها على طول حارس المرمى مقامبو. نذكر مرة أخرى بأن السيب يستحق النتيجة حتى الآن لما يقدمه من مباراة ممتازة، ممتازة بالفعل لفريق السيب العماني. كرة تعود من جديد، تصل الآن عرضية، فانكوز دا سيلفا ضيعها قوية ولكن بعيدة، بعيدة بعيدة الآن إلى خارج الملعب، تريح أعصاب ولاعبي ومحبي وجماهير السيب. فرحة كبيرة ستكون في الشارع العماني، ما في شك في ذلك، ولهم الحق إذا ما استمرت الأمور بهذه الطريقة. كما هنا أيضا نحن لدينا فرحة كبيرة بتأهل النصر الإماراتي ولله الحمد، وأيضا بتأهل الشباب حتى هذه اللحظات اللي بتقدم على الرفاع بثلاثة أهداف للا شيء. وراح تكمل فرحتنا بإذن الله اليوم أيضا في فوز الزعيم الإماراتي العين بطل دوري الخليج العربي بإذن الله على شقيقة هناك في المملكة العربية السعودية. كل الأمنيات والتوفيق أيضا لفريق العين في دوري أبطال آسيا اليوم، مباراة مهمة، بالتوفيق للزعيم العيناوي. الكرة تعود من جديد الآن، وصل تمريرة أمامية ومحاولة وملعوبة. وين هذه؟ وين؟ هذا ما هو الجهرة، هذا ما هو فريق الجهرة. يعني يبدو بأن مودريتش لعب في حسبتهم في هذه المباراة، لأني شاهدتهم مباريات كثيرة، علقت على هذا الفريق لمباريات عديدة في هذه البطولة. الجهرة كان يقدم مستويات غاية في الروعة، ما أدري شو اللي حصل. أي نعم بأن السيب يستحق هذه النتيجة لما يقدمه من هذا الأداء الجيد في هذه المباراة، والتكتيك العالي والتركيز أيضا. يعني أركز على هذه الكلمة حقيقة دائما في أذني على طول يتحدث فيها الكابتن رضا بوراوي، العامل الذهني. نعم العامل الذهني عالي جدا عند لاعبين فريق السيب، وما هو موجود تماما عند لاعبي الجهرة في هذه المباراة. الجهاز الفني يتحمل دور كبير في هذه المباراة، رغم تألق واستحقاق الجدارة واستحقاق نعم لفريق السيب. الله على السيب، الله على المرور، تخلص المرور بأريحية، يصولون ويجولون في أرضية الملعب. حتى الآن ما في أي ردة فعل، ردة الفعل غير موجودة يا الجهراوي. ماذا حدث للجهراوي؟ إنه كان يجرح ويداوي، ولكن اليوم هو المجروح ولا يجد من يداويه في هذه المباراة. هدفين للا شيء، نتيجة مستحقة بأداء متوازن دفاعيا وهجوميا، بذهن وتركيز عالي لفريق السيب. حتى الآن متقدمين، لاحظ هذا ما في تركيز نهائيا اللي هو الكسندر ساندوس، ابدا ما هو مركز، هو سبب كل المشاكل في الخط الخلفي لانه متنرفز. هذا هو اللاعب، لاحظ متنرفز تماما، يسبب مشاكل على دفاعه. والهدفين كله من صوبه، يتحملها اكيد ليبرو
الكرة تصل الآن إلى ركنية. ركلة ركنية. كرة اللعب الآن. الله على رجزية حلوة. حلوة. ركزين. ركزين وصاحين في هذه المباراة. شايف أحمد هي تقدم في الأمام أحمد جمعة برأسية كانت جميلة. تعود جديد الآن. بعدين شو اللي راح تسوي يا مدرج؟ غيرت وبدلت. كان من الأول. عموما كرة اللعب طويلة للأمام. تصل باتجاه حارس المرمى ماجامبو. هي على راحته ما في شك في ذلك. يكسب يلعب. كرة اللعب. يعني ما أدري الحركة اللي صارت. هذه طبعا يتحدثون عنها الحكام. هل الكرة الماضية حارس المرمى يستحق عليها ضربة حرة غير مباشرة؟ لأن رمى الكرة وبعد ذلك شالها. هي فيها حالتين عموما، يعني فيها بعض الحالات انك تضربها بالارض وتشيلها عادي. لما ترميها بهذه الطريقة عموما حكم المباراة لا يحتسب شيء، اذا معناته هو ادرى. الكرة تعود من جديد يتقدم. هي وين وين هذه؟ حتى انت ما هو فادح. نعم ابدا، يعني الفريق كله ما هو بتركيز. ما هو بتركيز. انا لا اقصد تماما على لاعبي الجهراء، ولكن اعتقد بان سبب من الاسباب الرئيسيه لخساره الفريق هو المدرب مودريتش ويبقى بعض اللاعبين على مقاعد البدلاء. هذا دائما وابدا لا نهضم حق فريق السيب اللي بالفعل كان الافضل وكان الاجمل وكان الاحلى وكان الاضبط في هذه المباراه. 2-0 نتيجه حلوه للفريق العماني، يأتي بمعنويات رائعة. مدربة بالفعل تفوق على مودريتش وتركيز لاعبيه بشكل ولا أروع. ومن بداية المباراة وهم بنفس النمط ونفس الأسلوب ونفس اللياقة البدنية. السؤال لابد أقف دائما عند السؤال اللي طرحه الكابتن رضا براوي والكابتن عبد الحميد المستك. هل يستمر السيب بنفس الاسلوب اللي بدا في الشوط الاول؟ نعم يا كابتن عبد الحميد ونعم يا كابتن رضا. يستمر السيب حتى الان بنفس الاسلوب بانضباط ذهني عالي يا كابتن رضا براوي. الكره لن تعود من جديد. محاوله جهراويه للعب عرضيه. شايف طبق يقول لك ابعد عن الشر وغني له. ابوي غني له بس الذي حقق لي نقاط الثلاث. عموما كرة اللعب الان شايف لعبنا بمبدا الامان. ما هو عيب تماما، يعني مفكر انه عيب يلعب ركنيه ولا رمي التماس. لا لا ما هو عيب. خلص الخطر اللي على مرماك. كرة اللعب الان تعود من جديد جهراويه. كرة ملعوبه مقامبا طالع حارس لاعبي الجهرة رايحين للحكم. شايف نرفزه بالفعل وسببها مدرب الفريق مدريد. ما في شيء. كره عاديه. كره عاديه جدا. ماجامبا الان ايضا يعني ساقط على ارضيه الملعب. حق مشروع. حق مشروع. تكسبوا العبوا ضيع الوقت. عموما مشاهدينا الكرام مبروك لفريق الشباب الاماراتي ايضا. مبروك للجوارح دارة وجماهير ومبروك لنا جميعا. تأهل ايضا فريق الشباب الى الدور نصف النهائي. فريقين اماراتيين الان ولله الحمد في النصف النهائي النصر والشباب.
ماكامبا ساقط على أرضية الملعب الآن، حارس مرمى فريق السيب العماني. أي قال لك أكسب وقت شوي، أريح لاعبيني شوي، يشربون ماي شوي لاعبين السيب، ترجع أيضا. فلذلك الآن نشاهد فريق السيب العماني حتى هذه اللحظة متفوق بهدفين للا شيء. هذا هو مودريتش، خسران يا مودريتش، ماذا فعلت يا مودريتش؟ أبقيت اللاعبين في مقاعد البدلاء بينما عماد دحبور، والله أنك دحبور بالفعل في هذه المباراة، قدمت مباراة ممتازة يا دحبور، وقدمت أيضا يعني لاعبينك بشكل ولا أروع في هذه المباراة. كرة تصل من جديد الآن باتجاه فيصل. نلعب مشاهدينا الكرام محبينا في كل مكان عبر أبوظبي الرياضية في آخر 10 دقائق تقريبا على الوقت المحتسب. إذا لاحظ هنا، نرحب أكيد بطبيعة الحال أيضا بكل من انضم إلينا الآن عبر أبوظبي الرياضية ويستمع إلينا، ونذكر بأن حتى الآن تقدم فريق السيب العماني الآن بهدفين مقابل لا شيء على حساب الجهراء الكويتي في ملعبه وفيما بين جماهيره. اثنين لا شيء. نتيجه كفيله بتاهل السيب الى الدور نصف النهائي. خروج المغلوب، يعني واحد يسال يقول لك باقي 10 دقائق ممكن ان يعود فريق الجهراء. نقول بان في عالم كره القدم كل شيء جائز، لكن من خلال الأداء وما نشاهده ما في شيء جائز أبدا. فيصل، كرة اللعب رأسية خطرة، هذه تبعد. تركيز عالي من مدافعين فريق السيب، عاملين غابة ما شاء الله من السيقان داخل منطقة الجزاء. كرة اللعب الآن، كابتن الكبير لطيف رحمه الله، ذلك المعلم والمعلق البصري الشهير، يقول لك في كرة القدم يقول لك الكرة جوان. نعم الكرة جوان، ما قال لك الكرة أداء مسيطر على المباراة 90 دقيقة ولاعب، لكن في النهاية قال لك الكرة جوان. نعم رحمة الله عليه، نعم الكرة جوان، ما في شك في ذلك. كرة انك تقدم اداء ولا اروع في شوطين وبعدين تأتي بمشاهد امام التلفزيون وتقول له والله الفريق مقدم مباراة رائعة من تمريرات وتسديدات ومراوغات والعاب فنية ومهارات. طيب كم النتيجة؟ قال له خسران 1-0. قال له خسران، وما فائدة اللعب والمهارات والاداء والتمريرات والفنيات اذا كنت خسران؟ السيب يقدم على اعلى مستوى في هذه المباراه. 9 دقائق اخيره، لدينا لمسه يد واضحه تماما. قرار سليم. اكرر كل التوفيق ان شاء الله للعين الاماراتي اليوم في مهمة صعبة أيضا أمام شقيقة الشباب السعودي. لدينا الآن خطأ للجهرة، كرة اللعب، حكم اللقاء أيضا يشير لوجود ركلة ركنية لمصلحة فريق الجهرة الكويتي. اللحظات الأخيرة، أنا ما أدري ليش يعني الفريق لما يكون خسران تلاقيه في اخر دقائق يشد حيله ويراكب في ارضيه الملعب ويسدد ويقدم. طيب ليش من البدايه ما كنت في هذه الطريقه؟ لكن اكرر، اذا فات الفوز ما ينفع الصوت يا جهراوي. خلاص كرة اللعب، محاوله خطره، ما ينفع الصوت يا جهراوي، ما ينفع الصوت يا جهراوي. حتى الآن أنت مجروح وليس لك مداوي. هدفين للا شيء من السيب، تمريرة ما فيها شيء، ولكن ما في تركيز. خلاص
فاقدين تركيزهم، ما محضرين. هذا فونكوس اللي جالس على دكة البدلاء، وهذا الرشيدي اللي جالس على دكة البدلاء. كرة القدم يقول لك إذا لم تحترم المنافس اللي أمامك لا تحترمك أبدا، ما تحترمك كرة القدم. فيبدو بأن السيد مودريتش أبقى بلاعبيه الأساسيين في مقاعد البدلاء، وقال لك مباراة عادية، لكن في كرة القدم ما في شيء اسمه عادية. ياما فرق تأتي من الدرجة الثالثة وليس الثانية وتفوز، هكذا هي مباريات الكؤوس. نعم يعني الدوري تقول ممكن تعوض، لكن الكاس لا تنسى. يقول لك في مباراة الكاس ينسونك كل الناس. نعم واحد يقول لي كيف؟ لأنه خلاص في مباراة الكاس الفريق يطلع برا ينسونه، لكن في الدوري ممكن يتذكرونه. يقول لك عندي مباراة ثانية بعد، هني ما في مباراة ثانية، هني باي 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 باي. نعم باي باي للسنة الجاية إذا كان لك تواجد. عموما رمي التماثلات، آخر ست دقائق كرة اللعب. خلص هذه، حكم اللقاء أيضا يطلق صفر. شايف لاعبين الجهرة مستسلمين، بينما لاعبي السيب مستأسدين. نعم أسود في أرضية الملعب تذود بشكل رائع عن مرماها وتصول في أرجاء الملعب وتعول كثيرا على أدائها وتقدم مستوى بذهن وتركيز. والله عجبتني. نعم الذهن لما يكون صافي والذهن لما يكون خالي يبدع ويمتع، وهكذا هو السيب في هذه المباراة. لقد أبدع وأمتع وأقنع في نفس الوقت. الكرة تصل الآن من جديد، محاولة الآن تصل الآن أمامية. تخلص هذه، تصل من جديد، محاولة الأمام سعد سالم يتقدم الآن يحاول يمر مصطد. هذه تركيز عالي جدا عند لاعبي السين، تركيز عالي جدا عند لاعبي السين. ما في شك بأننا نحيي كل من يتابعنا الآن عبر أبو ظبي الرياضية، وكل من انضم إلينا الآن نذكره بأن نتيجة السيب العماني متقدم على الجهراء الكويتي بهدفين للاشي. كرة تصل الآن الياس دا سيلفا، صافرة وخطأ، صافرة وخطأ وضربة حرة مباشرة. في عالم كرة القدم، في عالم كرة القدم، اسمع هذه جيدا، في عالم كرة القدم دائما لم تحترم المنافس اللي أمامك فاعتقد بأن الأمور ستصبح صعبة، وهذا ما حدث لفريق الجهرة. وفي عالم كرة القدم أيضا شيء آخر، يقول لك دائما الخمس دقائق تسمى دقائق مجنونة. لماذا مجنونة؟ لأن في الخمس دقائق هذه ربما تحدث أمور. الآن في خطأ، إذا ما أتى الهدف في هذه اللحظة فهي دقائق مجنونة. كرة اللعب، لكن وين؟ الفريق ما هو مركز. انتبهوا معي لثلاث أشياء في عالم كرة القدم. إذا لم تحترم المنافس فالعواقب ليست بشكل جيد، وهذا ما يحدث. وفي الخمس دقائق الأخيرة إذا لم تسجل أي هدف فمعناته بأن تركيزك غير موجود، وهذا ما يحدث للاعبي فريق الجهراء في هذه المباراة. وأكرر بأن مدرب الفريق يتحمل جزء كبير من خسارة فريق الجهراء في هذه المباراة للإبقاء على لاعبين أساسيين في مقاعد البدلاء.
نعم مباراة مهمة، مباراة قد تصل بك إلى الدور نصف النهائي وأنت تجازف بهذه الطريقة. كرة اللعب الآن سهلة سهلة، سيطر عليها مقمبة. شو اللي تزويه مقمبة؟ شو اللي تزويه؟ ما كنت زيت طول المباراة. يعني أيضا الأخطاء تحدث الآن في هذه النهاية، لكن لا زال فريق السيب. أكرر بالفعل التحية لمدربة السيد عماد دحبور ولجهازه الفني وللاعبيه اللي قدموا مباراة العمر بالنسبة لفريق السيب، اللي يقدم مباراة غاية في الروعة باتزان وبفكر عالي وبأداء مميز وبتمريرات رائعة. الله على السيب، شوف راحت قال لك خليها تروح خلاص، هادي الولد هادي ومركز. مباراة ممتازة بالفعل، الوقت يقترب رويدا رويدا يا جهراوي، وتقتربون رويدا رويدا من الخروج، ليس من الباب الصغير بل من الباب الكبير بالفعل. هذه كبيرة جدا، انت على ارضك وفيما بين جماهيرك انك تخسر. وكرر، لا نقلل من فريق السيب، السيب اجتهد، السيب ركز، السيب قدم مباراة ممتازة يستحق الفوز حتى الآن عن جدارة واستحقاق. تحية بالفعل لفريق السيب العماني لما يقدمه من أداء غاية في الروعة. كرة اللعب تعود من جديد الآن، تصل بالنجاح عبد الغالب، خطرة، الله الله على ماجامبو، ماجامبو قال لمن يحترم من لا يحترم المنافس ذنبه على جنبه، فلذلك الآن ماجامبو تألق وأبعد هدف مؤكد للجهراوية. الوقت الأصلي انتهى، الوقت الأصلي انتهى. عطنا عطنا اللقطة يا مخرج، عطنا اللقطة يا مخرج، خلنا نشوف شو اللي حصل، شو اللي صار. شوف 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 معاي، شوف شوف تألق لماجامبو. نعم ماجامبو على طريقة حراس كرة اليد أبعدها، شوف أبعدها برجله، إيه أبعدها برجله بيده بجسمه، المهم أنها ما تلامس الشباك، المهم أن تبقى الشباك عذراء حتى الآن نظيفة بالفعل. الله على ماجامبو، الله على ماجامبو اللي خلص الكرة الماضية. مشاهدينا الكرام الوقت خلص والوقت انتهى، وكم سلطان عبد الرزاق حكم هذه المباراة. أيضا لابد في نهاية هذه المباراة للأمانة للأمانة أن نشيد بطاقم التحكيم الإماراتي بقيادة سلطان عبد الرزاق بأداء مباراة ممتازة خالية أيضا من القرارات المؤثرة في المباراة، ليس لها وجود بالفعل. يعني الأخطاء في عالم كرة القدم لابد أن نعلم حاجة، بأن الأخطاء واردة والأخطاء جزء من اللعبة والحكم جزء من اللعبة، لكن هناك أخطاء مقبولة وأخطاء مؤثرة. في هذه المباراة ولله الحمد لا توجد أخطاء مؤثرة. هدفين السيب سليمين، سيطرة السيب، تألق لاعبي السيب، والله راح امدحهم لبكرة. ليش؟ لأن دائما نقول الفريق اللي راح يأدي زين راح نقول عنه زين، والفريق اللي ما راح يأدي يقول ما أدى. ما يصير بأنك تضلل المشاهد وتقول بأن الفريق أدى وهو ما أدى، لا لا هو ما أدى، السيب هو من أدى، السيب هو من قدم مباراة ممتازة. الوقت الأصلي انتهى، والله عاد ما شفنا كم أعطاهم بدل ضايع، وهذه لو راح فيها هذا خطأ، وهذه بطاقة ربما تكون، ولكن حكم اللقاء ماذا أعلن؟ بطاقة خمس دقائق كوقت بدل ضايع وبطاقة صفراء ولا حمراء يا سلطان؟ وينك يا مخرج؟ عطنا عطنا اللاعب، عطنا اللاعب، عطنا اللاعب. شايف هذه الكرة الماضية؟ هذه الكرة الماضية يعني أعتقد في إعاقة. شوف شوفها مرة ثانية، شوفها، في إهمال من اللاعب. بطاقة يبدو صفراء كانت، ضربة حرة مباشرة. يعني شوف الدقيقة رقم 92 كابتن رضا، كابتن عبد الحميد، الدقيقة رقم 92 وبنفس الرتم فريق السيب العماني، تسديدة إلى خارج أرضية الملعب. الله على تحضير
تحضير ذهني على مستوى عالي بالفعل لفريق السيب. الوقت اللي يحتسبه حكم المباراة 5 دقائق. نلعب الآن في آخر دقيقتين، راحوا 3 والجهراوية باي باي، والسيب العماني إلى الدور نصف النهائي بتألق وتعملق وإبداع كبير بالفعل لفريق السيب العماني. كرة اللعب الآن الجهراوية يحاولون بعد إيش لفات الفوت، ما ينفع الصوت خلاص، الجهراوي باي باي. كرة اللعب الآن يتخلص، هذه نبات تكتيكي، برس عالي، لاحظ الضغط، الله على لاعبيه، شغال الكعب، يا سلام بالفعل، تحية إعجاب، نرفع لكم القبعة بالفعل. فريق السيب في هذه المباراة يقدم مباراة غاية في الروعة، لا يكتفي بالأداء بل يأتي لاستعراض، استعراض إيه، يقول لك أنا فايز أفرد عضلاتي، بالفعل من يفرد عضلاته وهو الكسبان. السيب فارد وعضلاته بس، عضلات كل لاعبي عموما. ثواني أخيرة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر أبو ظبي الرياضية، وينتهي هذا اللقاء، ثواني بسيطة وينطق سلطان عبد الرزاق نهاية هذه المباراة لكي يصل فريق السيب العماني، الفريق آخر فريق الآن يصل، خلاص وصل النصر الإماراتي، وصل الشباب الإماراتي ولله الحمد، وصل الريان القطري، مبروك أيضا للأشقاء في قطر، والآن يصل فريق السيب العماني، مبروك للأشقاء في عمان، مبروك نعم للأشقاء في عمان. ننتظر صافرة سلطان، ننتظر صافرة سلطان عبد الرزاق ليعلن بأن أبناء السلطنة فريق السيب العماني إلى الدور نصف النهائي، إلى الدور نصف النهائي. لا يكتفون بذلك، ربما يسجلون ركلة جزاء، ركلة جزاء، هكذا هي كرة القدم، لا يكتفون بتسجيل هدفين بل ذهبوا الآن. ما هذا يا حمود يا ملفي؟ لا، ليست بهذه الطريقة، هي ركلة جزاء، خلاص أنت ما أديت، شايف الله على التمريرة، يعني زيادة عددية هنا، الإعاقة وركلة جزاء صحيحة وسليمة أيضا لحكم المباراة لنؤكدها الإعادة، لاحظ بالإعادة إفادة، اللاعب راح ومر والإعاقة موجودة، وبعدين ضاعت خلاص، الآن يقول لك ما أضيع، المباراة انتهت يا البرجاوي، اللاعب السوري أيضا المحترف هو سددها بهذه الطريقة، قال لك المباراة منتهية، لكن عليه أيضا أن يسجل في هذه اللحظات. إذا مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر أبو ظبي الرياضية، السيب العماني بفوز مستحق بهدفين مقابل لا شيء إلى الدور نصف النهائي رغم ضياع هذه الفرصة. إذا مبروك لفريق السيب العماني، أرد لك للجهراء في النهاية، أرجو بأن أكون قد وفقت بالتعليق على هذه المباراة بقبل، وتحياتي من خلف الميكروفون أحمد الحسني. أنتقل مباشرة إلى زميلي محمد الصياري. محمد تفضل أنت ومحلليك الكرام لكي تحضرنا عما دار في الشوط الثاني، إليك الكلمة.